سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله نهاركم زين على بركه الله. اليوم حنوري لكم تدبيره من بعض التدابير المنزليه. حنوري لكم كيفيه كما نخدموا عجينه الثوم وكيفيه تخزينها لمده عام. الوغ على بركه الله، شينا العلا تاع الثوم، راهي بستنا، نقيناها كما راكم تشوفوا، نقيت الحب تاعي كامل. بون، حنوصلكم المقدار تاع كيلو، تحبوا تضعفوا تحبوا تنقصوا. نحتاجوا الثوم، نحتاجوا اشواغ ولا روبو يكون يرحي مليح، نحتاج مغرفه سكر، نحتاج الملح كماده حافظه، ونحتاج زيت المائده. على بركه الله يلا نبداو خفيف ظريف. بون، نحكموا الميزان تاعنا، نوزن الثوم تاعي، فوالا نوسي كيلو بالتمام. فوالا راهو كيلو توم، فوالا كي راكم تشوفوا البنات. واش نوسي دوكا نتخلص من الميزان؟ في كيلو توم البنات نوسي مغرفه سكر معمره، نوسي كاز زيت، كاز زيت تاع 250 مليلتر، ما حبيتش ان نكيل من قبل باش تشوفوا بعينيكم. فوالا كاز زيت 250 مليلتر، وفي كيلو ثوم حنوسي زوج مغارف معمرين، شوفوا ماشي بومبي، زوج مغارف ملح، ما يخفلكمش الملح ولا السكر كماده حافظه. وكي تكونوا دوزنوا ومن بعد ديروا حساب تاع الملح اللي درتوه في الثوم. الوغ البنات نحكموا الاشواغ ولا روبو، فوالا تحبوا ترحيواه بودر، تحبوا ترحيواه يعني على شكل عجينه. ندير الثوم تاعي، فوالا اني درت كيلو ثوم على خطر البنات، ان شاء الله يترحالي. حندير زوج مغارف ملح، راني كيلت معاكم، فوالا ندير كاس زيت يترحى في الروبو ولا في الاشواغ. هذه هي الطريقه الصحيحه نرحو بها الثوم ونرحو ونخزنوه لمده عام. وندير مغرفه سكر، السكر هذه المغرفه البنات واش هو الدور تاعها؟ انه تكون ماده حافظه، وكي نديروه في الكونجيلاتور في لي بواط المعقمه ما يولي ياخذناش هذاك اللون الاصفر، كي نجبدوه يرجع لون اصفر. والزيت، الزيت واش هو الدور تاعو؟ كيما غير نديروه في كونجيلاتور ما يتكونجلاش، ما يوليش حجره، نصيبوه كيما درناه. الوغ وهذه المغرفه السكر ما تاثرش كامل بارابور الثوم اللي درناه. نرحي الثوم بكل سهوله، نبدا نرحي بسم الله. شوفوا الاشواغ هذا شحال شباب، شوفوا قلت لكم الاشواغ هذا بزاف شباب، سواء المكسرات سواء هكذا للثوم اكسيتيرا. شوفوا كشاو يرحي حبسي. فوالا البنات انا رحيت الثوم تاعي، فوالا شوفوا بسم الله ما شاء الله. تحبوا تزيدوا ترحوه اكثر ارحوه، شوفوا القوام ديالو كاش جاني الثوم. فوالا عطيتكم جميع الاسرار تاع الثوم، كاين بزاف اللي تخفى لهم ما يعرفوها. شوفوا القوام تاعو هكذا البنات. واش نواسو العلب تاعي، العلب البلاستيكيه او الزجاجيه عقمناها. واش معناتها عقمتها؟ درت الماء يغلي ودرتها داخل الماء وحطيتها فوق منشفه او طريشنا طرشون نشفو مليح باش نخبي فيها الثوم ديالي. العلب تاعي شوفوا البنات اني عقمتها العلب، شوفوا مغلق تغلق باحكام كما راكم تشوفوا، ما تطلق الريحه ما والو. وقتاش تطلق ريحه في الكونجيلاتور كي نكونجليو ونخبو الثوم، كي تكون العلبه ماشي مغلقه باحكام دائما بيسك معقمه نحطوها هكذايا. في العلب تاعي البنات ندير كميه من الزيت، كميه قليله يعني ماشي حتى تتغطى الثوم تاعي، فوالا ونفرغ الثوم بسم الله. نعمر
العلبة تاعي، شوفوا التوم شحال راهي شابة، وشوفوا كي نديروا التوم لتحت سواء في المخللات اي حاجة نلقدوها ولا نخبوها نديروا كمية تاع الزيت من تحتها. شوفوا انا راني نفرغ والزيت راهي تطلع من لي كوتي. شوفوا البنات كيفاش راهي الزيت تطلع. نعمر العلب تاعي، ما نعمر لهاش للفم، نخلي لها مكان سواء العلب الزجاجية او العلب البلاستيكية. نعمر العلب تاعي ونولي لكم. اني فرغت التوم تاعي في العلب، هادي سواء روبو سواء اشواغ، دوك نوري لكم لاستيس باش ما تقعد لكمش ريحه التوم. نخليها بجنب، نحكم العلب تاعي، نغلقها البنات باحكام، ما نزيدوا لها ولا زيت ولا والو. شوفوا هذيك الزيت راهي طلعت حتى الفوق والتوم راهي مرحيه بالزيت. نغلق العلب، فوالا هذا هي التوم ديالي، نحطها في كونجيلاتور تشد لنا لمده عام وتبقى البنات اللون تاعها هكذا شباب. بنات نخزن التوم تاعنا، العوله تاع التوم، انا مازال لي كميه الله يبارك، وريت لكم جوست كيلو، تحبوا تضعفوا ديروا. لا درتوا زوج كيلو ديروا زوج كيسان زيت، 4 مغارف ملح وزوج مغارف سكر. نعاود البنات السكر باش يقعد لنا اللون تاعو هكذايا ما يتبدلش، ما يوليش هذاك الصفر رايح للاورانج، والزيت كحافظ غذائي للماده، ويخليها ويخلي القوام تاعها هكذا. كي نجبدوها من كونجيلاتور نجبدوها هكذايا شغل كيما درناها. فوالا هذه هي الطريقه الصحيحه لتخزين الثوم، ان شاء الله تنجحوا فيها، طريقه جد وسهله. يلا البنات معايا نغسل، نوري لكم كيفاش نغسلوا الروبو ولا الاشواغ تاعنا بلا ما تقعد فيه ريحه الثوم. راني معكم في البوطاجي تاعي المتواضع، نحطوا الاشواغ تاعي ولا الروبو، نشعلوا المسخون، فوالا نحاول، شوفوا ضروري المسخون، نحاول نشلو مليح، نحيلو كامل هاديك التوم، عفوا، ندير إيزيس في الحبل، وندير كمية من ماء جافيل، نخدم بسيدهم، سيدهم بزاف شباب رغوي، نرونها مليح، فوالا، نغسل الماء على الله الله، هكذايا. أنا رغونتهم كامل، نشلوهم عادي. بعد ما غسلت الأشواغ ديالي، شوفوا البنات غسلتو، حذاري البنات هادوما يتشقفو يقطعو لي يديه، نشلو مليح، نعمرو بالماء سخون، فوالا كيما راكو تشوفو، نحط هادي ديالو، زيد نحط لي وسط بيها التوم معليش باش ما تبقاش فيها ريحة التوم. نقص الكمية يغلبتني العين، ندير فيها كمية من الخل، وخل ما يهمش ندير كمية. شوفوا البنات الخل هو اللي ينحي ريحة التوم في الأشواغ، فوالا نخليها هكذا البنات، نزيد نوسي هادي هكذايا ونغلقو، ونخليه واحد نص ساعة هكذايا تترحالو الريحة، وعاودو غسلوه مجددا. هادي جوست تدبيرة. اليوم غسلنا المعن كيف كيف الله يبارك، انا شاطرين دوكا. هذا هو التوم البنات، كيفيه تخزينه وكيفاش نرحيوه بالطريقه الصحيحه، يقعد لمصالح لمده سنه كامله. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر. نقصوا عليكم التعب، نقصوا عليكم هكا حاجات هكا في شهر رمضان، لو طون تنقي هذاك الراس توم، يكون عندك تربيه، تكوني ترضعي، تكوني عندك شغلات واحد اخرين، يبان ديروا هاد العفايس هادوما حضروهم، ماشي غير الشرط الى شهر رمضان، في الحياه اليوميه كامل. البنات ما تنساوش تدخلوا التيك توك الانستغرام، صيبوا رابط التيك توك والانستغرام في رابط صندوق الوصف. تهلاو البنات، محتاجه تشجيعاتكم ولي كومونتير، بارطاجيو البنات، بارطاجيو، يزيد لي قوه واراده. سلام.